لقاء يهدف إلى ترقية الصادرات في الجزائر شارك فيه العديد من المتعاملين الاقتصاديين. الحدث كان فرصة لتسليط الضوء على كل ما يعرقل نشاطات التصدير في الجزائر. الاستراتيجية الوطنية لا نستطيع أن تبقى خطابات جوفاء كما بقيت في سنوات عديدة وعديدة جدا. لا يجب أن تبقى فقط بعض التعليمات التي تعطى من مكاتب الوزراء أو من الإدارات، بل هي مقاربات قلت تشاركية يجب الاتفاق حولها والانطلاق فيها. إذا كان حبينا نديروا يعني نظام متكامل، أن إيكو سيستام لبلوغ الأهداف المسطرة، يجب تشمير على السواعد وتجنيد الجميع. ننتظر أن نكون متعاملين اقتصاديين، نكونوا في نقاش حر صريح شفاف. إذا كان في اختلالات على مستوى الإدارة العمومية في تسيير العمليات لابد أن نرفعها، ولابد أن ندير الميزة نيفو لكي نكون في مستوى واش ينتظروا فينا المتعاملين. هي بيروقراطية متجذرة تعترض التصدير في الجزائر، وجب القضاء عليها، هكذا صرح وزير التجارة وترقية الصادرات. فيه عواقب أو فيه عوائق حقيقية تعترض عملية التصدير، ماشي اللي ننجو حاليا. فيه عقبات وبيروقراطية متجذرة يجب القضاء عليها. فيه بعض الإجراءات القانونية يجب أننا نتكفل بها. ولذا أننا شفنا مع إخواننا من الجمعيات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين أن أكبر مشكل حاليا اللي مطروح هو مشكل اللوجستيكي أو مشكل النقل. تنظيف المحيط على المؤسسة هو تنظيف البيروقراطية اللي هي شادة المؤسسة، ما شيش قادرة باش تخرج للخارج. يعني يقولوا باللي نشوف باللي بعد الصحفيين يقولوا هل الرقم نقدروا نرفعوه؟ نعم نقدروا نرفعوه. كل الرقم هذا ما نش نهضروا على 10 ملايير، نقدروا نهضروا على 50 مليار 100 مليار، لأن اليوم الثقة رجعت والقوانين لازم بسرعة يروحوا كما قالوا يجوا بحاجة لباس يعني سور مزور للمؤسسة اللي هو القوانين والتنظيف هذه البيروقراطية اللي كاينة. وبغية تعزيز الصادرات وتسيير الموانئ ومحاربة البيروقراطية، كشف وزير النقل عن وضع السلطة المينائية من خلال القانون البحري حيز الخدمة نهاية السنة الجارية. تعليم السيد رئيس الجمهورية من نهاية السنة راح يصدر مرسوم ليوضع السلطة المينائية، هي اللي تعد عندها السلطة العمومية على مستوى المواني، ومسيرين المواني يكون عندهم أكثر عمل تجاري أو عمل اقتصادي، ولكن تسير المواني من 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 وصول باخرات أو فرغ الباخرات ولا حتى تعمير الباخرات تكون من طرف السلطة المينائية راح توضع وتكون عندها فروع على مستوى كل مواني الجزائر. تلعب استراتيجية الجزائر في ترقية صادراتها من خلال إجراءات لوجستية خاصة دورا حاسما في محاربة البيروقراطية لتحقيق هدف تصدير 30 مليار دولار خارج المحروقات أفاق سنة 2029.